محمد سالم الله يرحمه ده اعتبر انه طبعا الاذاعي القدير والمخرج الكبير واقول عنه كل حاجه كل حاجه يعني بعد احمد سالم طلع لنا محمد سالم. احمد سالم برضو ده حاجه كبيره وكان انسان انسان ده انا بالتاتش معايا مع الناس ان الشخص ده يبقى انسان. قولي لي يعني ايه رئيسك يبقى انسان؟ انسان يعني عشان نقول لكل رئيس بيبص على شباب دلوقتي ازاي يتعلم يبقى انسان في التعامل. كنت تخش عليه المكتب ما فيش حاجه يعني في حد انا كان اسمي كبير جدا وانا دخلت المكتب ما يقولكش اتفضل. التاني اتفضل ايه جاي ويقعد يسيب المكتب ويجي يقعد في الكرسي ايه الطلبات اللي انت عاوزاها عايزه ايه بتعملي ايه وانت لسه صغيره وانا لسه صغيره وهو كان مدرك ان احنا يعني سنه اولى اذاعه سنه اولى تلفزيون بالنسبه له هو اللي اختارني في النادي الدولي خدني على طول انا وسلمى انت اول ما اشتغلتي على نادي الدولي سلمى الشماعه طبعا صديقتنا العزيزه طبعا وسمير صبري اول طبعا سمير كان معانا شرفنا طبعا اول ما اشتغلت في النادي الدولي مباشره في النادي الدولي في النادي الدولي على طول ما احنا من اول برنامج 72 في يعني خدناه في يعني في اخر 72 تقريبا تقريبا كده يعني هي فكره الاستاذ ان هو لما يجي وجه جديد بيشتغل يديله الاهتمام الكافي ايوه مع الموده مش مع الشده مش كده وبعدين هو يقدر عينيه كانت زي الجوهرجيه تقدر تلقط موهبه مختلفه عن الموهبه الثانيه اما انت تحط في برنامج فريده مع سلمى لا اثنين مختلفين تماما عن بعض فدي ليها جمهورها ودي ليها جمهورها صحيح خد بقى في حد مثلا عفاف الهلاوي طبعا 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 جيت لما تكلم الطفل تحس ان هي الحنيه بتطلع من عينيها ونجوى ابراهيم كانت نجوى ابراهيم طبعا طبعا كانت بتعمل منوعات كمان ايوه طبعا عملت نجوى عملت كل حاجه عملت كل حاجه استاذه برضه طبعا طبعا طيب اشتغلتي بقى في النادي الدولي فاكره اول يوم صورتي فيه؟ مش فاكره مش فاكره لا لان احنا كنا بنصور كان تسجيل كله كان تسجيل في الاول تسجيل ما عمرنا ما طلعنا اللي طلعناه صباح الخير خدنا شهر واحد تسجيل وانا كنت فيه من بدايته صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر لا في الثمانينات اصلا لما تلون التلفزيون لما تلون لكن محمود سلطان الله يرحمه الله يرحمه بدينا شهر تسجيل واحد وبعدين طلعنا هو محمود هو اللي كان ماسك صباح الخير كان معايا زميلي كان زميلي كان سمير التوني اللي ماسك طبعا طبعا تحت رعايه الله يرحمه عملت بروفات شهر متسجل متسجل في نفس اليوم الصبح وتذيعوا يعني تسجلوا وتذيعوا وبعدين اشتغلتوا هوا اشتغلنا النادي الدولي بقى وكان بقى سمير الاستاذيه بقى جت في ايه انا هقابل الاستاذ محمود فانت هتقابلي الاستاذ محمود صحفي كبير جدا وانت طلعي منه اللي انت عاوزاه تطلعي طب انا بقى فاهمه انا لسه خارجه من الجامعه ما عنديش تاريخ عن الاستاذ اعرف محمود. عنه ايه كتب ايه راح فين كتب ايه راح فين عملي امال انت بتعملي ايه امال انت هتعملي ايه امال هتتعلمي ازاي كانه بيديك تايتل بس ويسيبك تروح تجيب المعلومات تجيب المعلومات وانت تساله مفيش اعداد هو كان يعني في اتنين تلات صحفيين يهتموا قوي ان هم يجيبوا الضيف يعني زي الريجيسير كده تمام كان كده الوقت ده لكن بيستثمروا اسمائهم الكبيره في انهم يقدروا يقنعوا الضيوف انهم تيجي خلاص الماده بقى عليك انت كنت تروحي بقى ارشيف المجلات على طول انت اكيد عارف الموضوع طبعا طبعا انا كنت اروح واكتب بقى عن كل حد انا هتكلم معاه اعرف هو ايه وبيعمل ايه وبيسوي لكن ما حدش اداني المعلومه النهارده النت هيدي للجداد هيديك كل لكن حاجة. في فتره بعديه لا ما كانش
ايوه عشان كده كان انا لما اشتغلت معد كنت بحب بعمل نفس القصه او كنا لما نعمل حوار حتى صحفي بنعمل نفس القصه. دلوقتي خلاص دلوقتي المعلومات بقت هي بتيجي لوحدها. طب فاكره اصعب شخصيه في بداياتك كان مين عشان تجيبي منه معلومات او حواره كان بالنسبه لك مسؤوليه؟ انت حاولتي ناس كتير جدا. لكن في حد كان افتكر كان محافظ القاهره كان اسمه سيادة اللواء ابراهيم بوغديتي افتكر. كان فيه مش كده؟ فيه اللي انا فاكراه يعني. انا قاعده وسمير وهو بيناقش مع سمير فانا قلت انا لازم اساله سؤال. فقلت سمير عمال يسال مش ملاحقه سمير طبعا. فقلت له فندم يعني كان بيعمله بقى، قلت له سهل تطلع العربيه ولا سهل انه يطلع الانسان على رجليه؟ احنا لازم نعمل كباري وعربيات تطلع بيهم ونمد نعمل شارع على شارع. فبص لي كده بطرف عينيه المحافظ. يعني ازاي دي بتقول الكلام ده ولا كاني بقول في الهواء؟ كانك بتتكلمي في المريخ. في المريخ. وهي انا صح انه فعلا العربيات لازم هي تطلع فوق، تطلع الكباري ومش البني ادمين. وعمل ايه؟ ما ردش عليك؟ ما ردش عليا طبعا، ما سالتوش تاني.